جينا اليوم استعدينا نبداو الاستعدادات ديالنا لهذه المقابله، عارفين شنو كيتسنانا، المسؤوليه اللي تابعنا، الشعب المغربي اش كيتسنى. الحمد لله ندخلوا بواحد الثقه وواحد العزيمه نحقوا واحد النتيجه ايجابيه اللي ترضينا وترضي الشعب المغربي باذن الله. نعم العوده ديال الوليد الركراكي وطبيعه الحال المدرب ملي كيكون على مقاعد البدلاء يعني كيعطي واحد الثقه وواحد الدعم للاعبين. حنا عائله، حنا خوت بعضياتنا، نتمنوا ان شاء الله اللي كان في الملعب يقضي الغرض، الاهم نحقوا التاهل باذن الله. سي الكعبي بماذا توعدون الجماهير المغربيه؟ تسجل وتوعدهم ان المقابله الاخرى تكون بدايه خير وتسجيل افتتاح ديال الاهداف في البطوله. وحنا كي قلت لك حنا عائله وحده وخوت بعضياتنا، حنا ما كيهمش شكون وكيف ومتى وكيفاش، الاهم هو التاهل نحقوا المبتغى ديالنا ان شاء الله.